موظفي مديرية مياه البصرة، أود أن أعتذر منكم أولا، وإن شاء الله وصلنا إلى مرحلة قدمنا إعفاء من المنصب لكون أموري الصحية والظروف العائلية، وكذلك عندي دراسة ماجستير، ونفسح مجال الأخوة الشباب أن يتخذوا مكاناتهم ويتخذون عملهم ويمارسون عملهم الصحيح. ونسأل الله أن كل الأخوة الموظفين أن يمرون الذمة، وأن نبقى إن شاء الله أخوانكم وسندكم بالمديرية، ويوفق الجميع ويوفق اللي يجي مكاننا. والحمد لله والشكر أن قضينا خدمة 20 سنة أو 25 سنة بالصحة والسلامة والأخوة، وقدمنا ما قدمناه لمصلحة المديرية، ونسأل الله التوفيق للجميع. وأود أن أعتذركم مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.